قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قوله: ويقول غير عتبة بابك، إيش نستفيد منها؟ ها؟ الكناية. هذه يعني هذه تغيير الزوجة، هذه ممكن يجيب أنا سائق التاكسي، نحن نريد فائدة الطالب العلم. المرأة أساسية. ها ها. المرأة أساسية. لا. ها. اتخاذ المعاريض. هاي. الذي قال التورية كأنه لمحة، لكن لو قلت هاي دكتور. غير التورية يعني نعم. ليش؟ التلميح يعني. حسن خلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قال للمرأة قل لزوجك يطلقك، ما واجهها بما تكره، وإنما كنا عن ذلك. وهذه أخلاق النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 70,000 يدخلون من أمتي من غير حساب ولا عقاب، فقال الصحابي من هم؟ عكاشة. ادعو الله منه. قال: أنت منهم. فقام الآخر، ما قال أنت ما تستحق، قال سبقك به إيش؟ عكاشة. وكنا نحضر دروس الشيخ عبد الزنباز في الطائف قديما، عندما كان يأتي في العطلة الصيفية فكان يسأل في الفرائض، فإذا أخطأ الطالب ما يقول له أخطأت، يقول: أخشى رفقائك ما يطاوعوك على هالجواب. فقلت الذي بجواري: الله أكبر، أخلاق النبوة سبقك بها عكاشة. ما يقول للطالب أنت أخطأت، يقول: أخشى رفقائك ما